بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا المستمعين في أنحاء العالم وفي أي مكان في الأرض من أقصاه إلى أقصى من أقصاها عفوا إلى أقصاها فإن الأرض كلمة مؤنثة والتأنيث في هذه الكلمة معنوي من أقصاها إلى أقصاها. قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الفعل المضارع، وقبل ذلك تحدثنا عن الفعل الماضي، وها نحن اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن الفعل المضارع، وها نحن اليوم نتحدث عن فعل الأمر. وقد وعدتكم بأني سأفصل في هذا تفصيلا مهما إن شاء الله تعالى، ومع ذلك سأوجز القول في ذلك، فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول المؤلفان: فعل الأمر هو كل فعل يطلب به حصول شيء في الزمن المستقبل، بمعنى إذا طلب منك أحدهم أيا كان بأن تفعل شيئا فهذا لا بد أن يكون في الزمن المستقبل، بمعنى بعد أن ينتهي من كلامه فإنك تقوم بالقيام بما طلب منك فعله، ولا يمكن أن يكون هذا الطلب أو هذا الفعل في الزمن الماضي. إذن فعل الأمر لابد أن تتذكروا أيها المستمعون وأيها المستمعات ويا من يتعلمون هذه اللغة الجميلة، لابد أن تتذكروا دوما أن فعل الأمر لا يكون إلا في الزمن المستقبل، وهذا أمر واضح للعيان واضح لكل ذي عينين. فإذا قلت لك اجلس أو اجلسي، فهذا يعني بعد أن أنتهي من كلامي أنت ستجلس، وهذا سيكون ليس في الماضي وإنما في الزمان المستقبل. وقد نبهتك أيها المستمع الكريم فقلت لك لا تقل المستقبل، فإن المستقبل هو receiver باللغة الإنجليزية بمعنى المستقبل أي متلقي، وهذا لا علاقة له بما نتحدث عنه مع الأزمان أو الأزمنة. ولذلك سنأتي إلى ضرب بعض الأمثلة ونكتفي بهذا الدرس اليوم إن شاء الله تعالى. الأمثلة: العب بالكرة يلعب فعل أمر، أطعم قطك فعل أمر، أطعم، نظف ثيابك نظف أيضا فعل أمر، نم مبكرا، فإذا قال لك أحدهم يوصيك بترك السهر والنوم مبكرا فإنه يقول لك نم، ما في أي واو، لا تقول له نوم، نم مبكرا، نعم. وأيضا إذا أراد أحدهم أن ينصح لك أن تتمهل في السير وألا تجري جريا سريعا حتى لا يحصل لك شيء من الحوادث لا سمح الله، فإنه يقول لك تمهل في السير. فكلمة تمهل فعل أمر، ومن سيقوم به من المأمورين فإنهم سيقومون بذلك في المستقبل، القريب أو البعيد لا فرق في ذلك. أجد مضغ الطعام، هذا الكلام كثير في ثلاث كلمات، ولكن المقصود منه أن تجيد مضغ الطعام، فإن الذي يقول لك أجد أي جود أتقن يريد مضغ الطعام يريد أن يمنعك من الآثار السيئة
لأولئك الذين يأكلون الأطعمة من دون مضغها كأنهم كأنما من شدة جوعهم وفرط يعني حبهم للطعام ونهمهم الكثير كأنما يرمون هذا الطعام رميا إلى أفواههم بدون مضغها فيرمونها إلى معدتهم فإن فعلوا ذلك فإن ذلك ستسبب لهم آفات كثيرة ومشكلات صحية كثيرة أيها المستمعون كما لا يخفى أجد مضغ الطعام. الكلمات الأولى في الأمثلة المتقدمة كلها أفعال، لأنك كما تعلمت أن حصول أن كل منها تدل على حصول عمل في زمن خاص أي special، وهذا الزمن الخاص هو فعل الأمر. نعم، إذا تدبرنا كل هذه الأفعال التي ذكرها المؤلفين رحمهم الله تعالى، فإننا نجد أنه في كل من هذه الأفعال فيها طلب من المخاطب، نعم، وأمر كذلك أن يأتي بعمل ما، اللعب أو الإطعام، وهذا في الزمن المستقبل كما قلت لك وليس في الزمن الماضي. ومن أجل ذلك يسمى كل فعل من هذه الأفعال فعل أمر، هذه الأفعال اسمها فعل أمر. فالفعل الذي رأيته أمامك الآن وهو الأول، العب في المثال الأول، يطلب به أي يطلب المخاطب المخاطبة، المخاطب هو الذي يخاطب ويأمر، والمخاطبة هو الذي يؤمر، يطلب المخاطب المخاطبة إتيان، يطلب منه ماذا؟ يطلب منه إتيان اللعب في الزمن المستقبل. يقول له العب، فعل أمر أي في المستقبل القريب أو البعيد. ومن قال لأخيه أطعم قطك أو زوجتك فهذا يعني أنه يطلب من المخاطب أن يطعم قطته أو زوجته أو زوجه. نعم، وهذا كذلك في الزمن المستقبل. نعم، والأمثلة لا حصر لها، فإنها كثيرة ولله الحمد، هكذا يقال في بقية الأفعال. أريد أن أعطيك مثالا أخيرا لفعل الأمر، وهذا تجده في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه الآيات المباركات التي تتحدث عن مريم، السيدة مريم أمي عيسى عليه السلام، على نبينا وعلى جميع الأنبياء أزكى الصلوات وأزكى التسليمات، في هذه الآيات الكريمات الكثير من أفعال الأمر، منها على سبيل المثال وليس الحصر: فكلي، كلي، واشربي، اشربي، وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي. هذه كلها أفعال أمر، وهذه كلها المقصود منها للمرأة، ولذلك يعني جاءت مع كل فعل من هذه الأفعال يا المخاطبة. وإذا أردنا أن نخاطب رجلا بمثل هذه الأفعال فإننا نجرد الفعل من هذه الياء، فنقول: كل واشرب وقر عينا، وهكذا إلى آخره. بهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد. أيها المستمع وأيها المتعلم وأيتها المتعلمة، دروس النحو الواضح في قناة الدكتور تشيرنو أحمد جالو
ونحييكم وندعو منكم الدعاء بل خالص الدعاء وعظيمه، وأن يسر الله لنا أمورنا في الدنيا والآخرة. بارك الله لنا ولكم في هذا العلم العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.